فيصل حسن فيصل حسن رستم. انا سني 24 سنه، وطبعا والدي بيشتغل الشو ده قبل مني وهو اللي معلمني. طبعا بدات شغلي من وانا عندي 7 سنين، بس ما كانش في السيرك، كان بره. ان انا وصلت لمرحله بلعب مع 10 كبر، بلعب مع عادات غريبه، بتعامل معاهم بطريقه فيها اقناع شويه عن اي حد بيلعب كبرى في مصر او في بره مصر. الخوف ما بقاش موجود، بس الرهبه موجوده طبعا، ان ده حيوان سام لازم توفري له بقى نظافته، توفري له البيئه، توفري له اكله، توفري له شربه. كل الكلام ده مش سهل، الكلام ده صعب جدا. الكبرى ديت انواع خطره جدا، دي ممنوع التعامل معاها مع بني ادمين. هو الموضوع كله ما بيني وما بينها مصارعه، مين فينا اللي هيسيطر؟ هي هتسيطر وتعضني وتموتني، لما انا سيطر وامسكها بايدي واشيلها في الصندوق وكده ابقى خلصت الشو بتاعي. في تريك برضو بعمله اللي هي كوبله الحياه، الناس كلها بتقول عليها كوبله الحياه دي، اكتر حاجه ان انا انقض على الكوبرا وامسكها انا ببقي، يعني بفمي انا انقض عليها وامسكها باسناني، ودي اكتر حاجه في الفقره خلتني اتصاب. ان الاصابه ديت كان عندي ساعتها 12 سنه، وكنت شغال في احدى الفنادق في الغردقه، وانا بعمل الحركه ديت هي ضحكت عليا، يعني المفروض انا اللي بضحك عليها كل مره، هي المره دي اللي ضحكت عليا. قعدتني 15 يوم في الانعاش. الكوبرا دي ربنا مديها ملكه وسحر غريب جدا، فهي بالنسبه لها جمالها كله في جسمها، في شكلها وهي واقفه قدامك. هي لو الكوبرا وقفت قدامك اكتر من دقيقه ونص هتسحرك، هتخليك واقفه قدامها مبلمه من كتر جمالها. اللغه اللي ما بيني وما بينه ان انا ببقى مركز على عينيه وعلى حركات جسمه، وهو بيبقى مركز على عينيا وعلى حركات جسمي، ان هو مين فينا هيخطا. الخطا زي ما قلت لك قبل كده فوره. الفشل بالنسبه لي ان تعبان يموت من تعابيني، ما بيبقاش بايدي، لازم مسافتي وما بيني وما بين التعابين لازم تبقى حذره جدا، ما ينفعش ان انا اديهم الامان جدا. اصعب لحظه حسيت بيها وانا بلعب اما حصل لي هجوم. التعابين بتحس جامد جدا على فكره. انا لو متضايق او في حاجه خانقاني او في حاجه تعباني، بحس ان التعبان بيجي يطبطب عليا، متخيله؟ بحس ان التعبان بيحسني من كتر العشره مع بعض. عايز اقول لك التعبان بيشمني، بيشم ريحه عرقي، عارفني انا شخصيا. في نبذه، في نبضات قلب، في احساس، في مشاعر ما بينك وما بين الحيوان بتاعك. مش متخيله انت قد ايه انك انت تقفي تقدري تسعدي الناس، ناس تضحك لك، ناس تشكرك على عرضك، ده احساس فظيع بجد. كلمه فيصل رستم في المايك قدام الناس وانا بسمعها من ورا الستاره، ده حاجه كبيره جدا، في نفس الوقت بتديني حافز كبير جدا. بس في نفس الوقت قبل الكلمه دي في 10 دقائق لازم تفصلي حياتك خالص نهائيا عن اللي انت داخله تعملي له. انا اكتر ايه قرانيه بحبها، بحب اقولها اول ما بسمع اسمي، وان جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم.